صباح الخير. صباح النور. كيف الحال ليليا؟ جينا اليوم للمركب الجامعي في منوبة. حيات فيا برشا صور الحقيقة من الماضي القريب. أنا قريت هنية في منوبة في المركب الجامعي في معهد الصحافة. كل مرة وين تكون فما فرصة باش نجي نفرح برشا، لأنه الطلبة والبيئة الطلابية نحبها برشا. أنا عاد اخترنا اليوم في فقرة على باب الإدارة أن وخاصة أنه فترة امتحانات، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة نهاية السنة الجامعية، إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة اللي قاعدين يجتازوا في الامتحانات. اليوم في على باب الإدارة نرصد الخدمات المقدمة من مركز الصحة الجامعية على طول العام موجود. فما مركز صحة جامعية في المركب الجامعي في منوبة على الطريق الرئيسي بالضبط بحذا كلية الأداب، واللي المركب الجامعي كبير يضم آلاف الطلبة في المبيتات في الجامعات في المعاهد اللي موجودة في المركب، وأيضا الطلبة اللي يسكنوا كارين في المنطقة. هني هنا الباب محلول باش ندخلوا نشوفوا شكون النجم ونحكيوا معاه. صباح الخير مدام عسلامة. أنا من الإذاعة الوطنية، أنا اسمي حنان بوربيع. النجم نتعرف عليك في الإذاعة الوطنية، النجم نحكيوا معاك. عسلامة، أنا شادي الحميدي، انفيرميير ماجور في سنتر دو سانتي يونيفرسيتير نتاع منوبة، و انفيرميير ريسبونسابل هنا. الممرضة المسؤولة على مركز الصحة الجامعي في منوبة، من وقتش الوقت تخدموا؟ شنية الحاجات اللي يجيوا عليها الطلبة يستحقوها؟ وين تبعثوهم؟ احنا نخدموا من 8 لساعتين ونص. المركز محلول 6 ايام تاع الاسبوع. عنا طبيبات تجي نهارين في الجمعة والاثنين والسبت، الايامات الاخرين في سكولير ماهيش في اليونيفرسيتي معنا. سينو الايامات اللي هي مش موجودة يجيو يلقاوك انت توجههم. يجيو يلقاوني انا. في المركز موجودة ساج فام في الايامات زادا كيف معايا لي سيجور، معايا البسيكولوج، عندي بسيكولوج هاني في المركز موجود زادا 5 ايام مش 6 ايام، ما يخدموش بالسبت. دونك من الاثنين للخميس، من اثنين للجمعة. احنا هنا على دوموند لي زيتوديون يجيو وقت اللي يجيو نلبي لهم حاجيتهم. كان نجمنا نحنا هنا شنو نجمو نوفرو لهم؟ نجمو نعطيوهم اوراق نوفرو لهم مجانية العلاج. معناها الورقة اللي عندنا احنا اللي هي اسمها بي في، كي يجيني عنده مشكلة مثلا مشي يعدي على سني على عيني على ديرماتو على حاجة كيما هذم، الطبيبة تكتب لهم باش ينجموا يعديو مجانا في المراكز الصحية اللي تبع الدولة بالطبيعة، بالكارت ديتيديون نتاعهم ولا بالانسكريبسيون وبالورقة نتاعنا. معناها يجي هو مريض الى هي تنجم تعاونوا بالوقت، سينو تولي تبعثوا للاختصاص في احد المستشفيات العموميه مجانا بالورقه اللي باش تعطيها له. بالضبط. شنو هو الحاجات اللي يجيو عليها الطلبه؟ اسكو في بالهم اللي فما مركز صحه هوني ويجي، والا اللي يقول لك اه ديما مسكرين وما يعطيوني حد شيء وما فماش علاش نمشي لهم؟ ليه هما في بالهم عندنا معناها جايين الايامات هذم خاطر يعديو في الامتحانات سي توت في نورمال باش يبداو ناقصين شويه. يجيو على كل شيء، يجيو على عينيهم، يجيو على سنين، يجيو على مشكله في الجلده، يجيو على الاوغيل عندهم زاد عندنا المشاكل النفسيه برشا زاد يجيو عليها، وموجود يقبلهم انتم معناها الصباح كي احنا نخدموا كان الصباح ما يقبلهم وقت اللي يجيو. انتم من 2006 تخدموا، وشنو الغرض والهدف من بعث هالمركز هذا؟ اللي مزيد تقريبا الخدمه الطبيه والا اكثر قلت لي ماشيين في الاديوكاتيف؟ هو مزيد تقديم الخدمه، خاطر كي تعطيه المعلومه ما يقعدش ضايع، هو الاتيديون ما يعرفش حتى وين باش يمشي. هذه سيلول ديكوت، نحن هنا باش نسمعوهم باش نعرفوا وين نوجهوهم باش يعرف، خاطر اصلا يجيك ما يعرفش بالضبط شنو البزوان نتاعو. احنا نقيموا شنو حاجته ونبعثوه، مثلا شي يقول لك عندي راسي يوجع في الاخر يطلع مش راسه وهي سيكولوجيك. اما هنا هي احنا توعويه اصلا اغلبهم طلبه وممكن ياسر ما يعرفش تونس وجاي من مناطق داخليه ما يعرفش حتى وين يتوجه للمستشفيات او المؤسسات الصحيه. اكيد احنا زاد نتكفلوا بانه نعطيوهم لي سيرتيفيكا ميديكال باش يدخلوا لي فوايي هنا لي بون سونتي، تقبلهم طبيبه في الغونتخي ولا حتى مش في الغونتخي، حتى يجيونا في وسط العام كي ياخذوا كور من عند نتاع الخدمات الشمال والكل، ونعملوا لهم سيدا الفيزيت ميديكال. لي روتارداتير اللي ما يعملوش الفيزيت في المستوصفات في اخر العام بعد ما ينشحوا من الباك يجيو عادي معنا احنا الفيزيت ميديكال ديبي د لاني، واحنا زيد اللي نتلهوا بعني بتسكي تحاليل لي زوان ار بي تي، هما لي زيتيديون اللي مش عايشين في مش توينسا معناها الاجانب، هذوكم زيد يجيو يعملوا الفيزيت عندنا احنا ويجيو معناها ياخذوا التحاليل من عندنا ويمشيو يعملوا تحاليلهم. عندنا زيد يجيونا جماعه اللي باش يعملوا روبور دانسكريبسيون اللي معناها الاسباب الصحيه، يجي الملفاتهم عندنا احنا ندرسوهم هنايا، تدرسهم الطبيبه نتاعنا تعطي لاكور نتاعها سولون
نورمال في السيرتيفيكا اللي موجوده. بالحق يعطيك الصحه، شكرا لك. انا اللي نشكرك على الاستقبال، وكان هكا معناها الاستقبال للطلبه رانا متهنيين. لا تهنى، هو هكاك في دوموندي تسال الناس الكل، هذيك هو عنا اسيدو طحنا جايين نسمعوا. يعطيك الصحه، شكرا لك على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه من المركز الصحي الصحه الجامعيه في منوبه، ومختلف الخدمات اللي تقدموها للطلبه، باش نحاولوا احنا لعل نلقاو طالب حتى قدام المركز نزيدوا نحكيوا معاه في الاذاعه الوطنيه. بنات عسلامه عسلامه عسلامه، شحوالكم؟ انا من الاذاعه الوطنيه جورناليست، شفتكم دخلتوا للمركز الصحه. وين تقرا؟ منوبه فك دي لتر. شنو هو الاختصار؟ عربي. هلا يا متى دوما امتحانات؟ هاي دوما اخر ضفار. كملتوا؟ هاي صحيح. هاي ان شاء الله بنجاح. وانت نتعرف عليك؟ انا زيد كيف؟ زميلات مع بعضكم. وين تسكنوا؟ وين تسكن انت؟ مكتر سليانة. هوني؟ لا نسكن فوي العمرة. فوي العمرة الأعلى. تستحق للمركز الصحة الجامعية هوني في المركب الجامعي؟ ساعات. مثلا قديش من مرة جيت وشنو الحاجات اللي جيت على خاطر؟ نوزنو. أكهو. إن شاء الله ما تستحقلوش في حاجات أخرى، أما أحكي لي على تجربة مثلا صاحباتك إلا كان جاي ومعناها كيفاش لقاو الخدمات؟ ليه صاحبتي مره واحده جت اخذت ورقه مشيت عدت بها في الرازي. يعطيك الصحه، ان شاء الله بالتوفيق. انتم في فتره امتحانات، قلت لي اليوم كملتوا اخر امتحان، وفما طلبه مازالوا يعديوا في الامتحانات اخر السنه في منتصف ماي. ان شاء الله بالنجاح لكل طلبه طالبه اخرى. واحنا خارجين من مركز الصحه الجامعيه، ما نعرف كان هي داخله والا متعديه مساج، خلينا نسالوها تسكن هوني تستحق للخدمات والا لا، خاصه هو الطالبات اللي يسكنوا قرابه في الفويل البساتين او يبداوا كارين قراب فيستحقوا للخدمات نتاع مركز الصحه الجامعي هوني. عسلامه، مرحبا. استحقيت مره للخدمات الصحيه في المركز الصحي اللي بحداكم؟ لا ولا خارجه من دوفار ما با معناتها عندي في مخي حتى شيء. ان شاء الله بنجاح. تعديوا في الامتحانات مال؟ ايه. كملتوا ولا مازلتوا؟ اخر نهار اليوم. وشنو عديتوا؟ شنو تقرا انت اختصاص؟ عربيه. ان شاء الله ربي معك. انت في الاصل منين منين معناها وين تسكن؟ انا اصلي من بيجة. جيت نقرا هنا في منوبه، عندي هذا عامي دوزيام اني. تسكن في المبيت؟ اي مبيت الفوي البساتين. البساتين عندكم مركز صحه جامعيه هنا تستحقوا له؟ اي نستحقوا له، فما شكون يستحق له، اما انا ما استحقت له حتى مره. شو الحاجات اللي يستحقها ليتيجونت الطالبه اللي تستحقها هكا وتحب ماذا بها حاجه قريبه لها باش تعاونها؟ الصحة، ما فهم حتى حاجة أبار صح أنها تبقى بعيدة على عائلتها، وكل صحة نفسية جسدية، كل برابر أنها تمر برشا ضغوطات نتاع دفارات وكل وبرشا أزمات تجاه سيرتو تبدا بعيدة على عائلتها، ما تلقاش الحاجات اللي لازمها توفر، تنجم تلقى الصحبة الباهية، الأجواء في الفوايي. فما في محيطك واحدة من الطالبات استحقت لوحدة من الخدمات مع طبيب الاختصاص النفسي أو الصحة الأنجابية أو الطبيب أو الصحة الاختصاص التغذية والقات؟ ما عندكش فكرة؟ لا ما عندي فكره. يا سيدي يعطيك الصحه، شكرا لك، وان شاء الله ما تستحق لهمش. عايشك ان شاء الله بنجاح. ان شاء الله بالنجاح لكل طلبه. وكانت هذه فقرتنا اليوم على باب المركز الصحه الجامعي، مركز الصحه الجامعيه في المركب الجامعي بمنوبه.